ادي اللي حصل معايا يا ابو ناصر، اعمل ايه بقى؟ والله يا اخي محمد، انت اللي عندك مو مصيبه الا بلوى، واللي يحس بخاطري شخص مثلك متعلم ويحمل شهادات المفروض يوعى لهالمسائل، ولا ايش رايك يا ابو جانتي؟ والله يا معلم، يعني بس هو ليك عشان بتطلع فيه هلا انت هيك، بنشوف هو كيف عم يحتقر نفسه على العمل اللي عملها، يعني حاسس بالندم والغلط. بس شو فايده الندم الحين؟ لازم نشوف له حل. مفيش حل الا لو فكرت فيه. اتقفل كل الابواب في وشي، اعمل ايه؟ حتى اسالها صح ولا لا؟ اسمع اخ محمد، لو ما ابو جانتي غالي على قلبي واحبه وايد ويثق فيك انك ريال زين، ما كان يعبك عندي. على فكرة المبلغ كبير والفوائد وايد، واعتقد بعد راح يكون عليك تعميم. اي والله، الله وكيلك يا معلم، تعميم اليوم دقوله، يعني صار رجل بالفلقة ورجل بالقبر، مشان هيك نحن اجينا لعندك ودقينا بابك. الله ياخذ بريسك، دومك راح سوالف. اسمع محمد، انا راح اكفلك وراح ادفع المبلغ اللي عليك والفوائد بعد، وبدور لك شغل، لكن اذا لفيت يمين يسار ولا لعبت بديلك بقصه وبستوي اشد من البنك بعد. بوعدك حبيض لك وشك، واي كلمه حتقول عليها حنفذها على طول، ما تقلقش مني، انا بتاع شغل. اسمع اخوي محمد، انا وهي ابيض، انا باك تبيض وجهك انت، وباكر صحمر علي ويصير خير ان شاء الله. انزنك ابو ناصر، مو تخجلنا مع الزلمه وتفقعنهم لبعض الظهر انت بكره، بعرفها حركاتك. من 6 الصبح اكون مزروع واقف قدام باب القهوه، ما تقلقش مني. حبيب شو شايف اني ديك انا؟ لا حبيبي، انا ما نجي لساعة 9. لا على سلامتك معلم، انت ديك انت، لك انت نمر. عراسي بس هو يا بيطخه يا بيكسر مخه. طب كويس، من 9 هكون عندك، ايه المشكله يعني؟ ها؟ مش ابو ناصر، الغدا جاهز نزله؟ ايه نزل الغدا. مدام والله قومي جيبي بسنت من السيارة، لوت لي قلبي وهي نايمة، بعدين جابوا الغدا مشان تاكلها لقمة. بسرعة، في غدا؟ أنا مش عارف أقول لك إيه بصراحة يعني. اشرب اشرب كاسة. أبو جانتي، لو سمحت شوي. أبو جانتي، إجا اليوم لعندك واحد صار جاي مرتين، عضلات ورابط شعره. عضلات ورابط شعره؟ إيه. زنده هيك قد البطيخة؟ لا، قد الأناناس هيك. شو اسمه؟ اسمه بيبدا بحرف الميم، ما بعرف شو. بطيء؟ لا بس ايه، كان معه 100 ورطه بايه. في اسانسير؟ لا نزل على الدرجه. عرفته، ايه عرفته، راح بالي لتبع الكراتين انا. مين هو يا ابو؟ شو دخلك؟ ابشانتي ابشانتي، بس بدي اسالك سؤال. بعرف شو بدك تسالني، افتح حريشك شو مدوي، ما دخلك ما راح افيدك.